الرياضيات. يرى العديد أنها صعبة ومعقدة، ولكن هل سمعت عن لغة الرياضيات؟ فلغة الرياضيات هي المفتاح الرئيسي لتعلم الرياضيات، فإذا تعلمتها تصبح الرياضيات سهلة جدا، وسنتعلم هذا السر الذي قل من يعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طلب منك شخص ما قراءة ما هو مكتوب، ستقول له 2+1=3، أي أنك ستقرأها بلغة الرياضيات. وتكمن المشكلة أنك قد لا تعلم ما هي ترجمتها بلغة الحياة. فإذا أردت أن أترجمها بلغة الحياة، ويمكن أن تكون عبارة عن قصة عنه، فعند عودتك للبيت بعد أن قمت بزيارة جدك بعد صلاة العشاء، أردت أن تصلي الوتر، فقمت بصلاة ركعتين ثم ألحقتها بركعة، فأصبحت وترا لأنك قمت بعمل 3 ركعات. أو أنك قمت بشراء ساندويتش بريالين وعصير بريال من المطعم أثناء ذهابك للمدرسة، فيصبح ما صرفته 3 ريالات. إذا ما هو مكتوب عبارة عن ترجمة للحياة كتبت بلغة الرياضيات، وستلاحظ أنها نفس الجملة ولكن لها ترجمتان، أو يمكن أن نقول قصتان. وهنا يكمن السر في أن البعض يرى الرياضيات صعبة، لأنهم لا يرون إلا رموز وأرقام لا معنى لها، بينما لو قمت بترجمتها لربما أخبرتك ما هو الوقت الأنسب لبيع أسهمك لتصبح غنيا، أو ما هو كمية الوقود الكافية لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا لدراسة كوكب المريخ. فمتى ما أتقنت لغة الرياضيات وقدرتك على ترجمتها بلغة الرياضيات، تصبح الرياضيات سهلة. إذا ما هي الرياضيات؟ لنقل أنك تواجه مشكلة ما، وبطبيعة الحال ستكون بلغة الحياة. ولنقل أنك تريد أن تعرف طول سارية العلم، ولا تملك معك إلا قارورة ماء ومتر، فيتم تحويلها للغة الرياضيات من أرقام ورموز، ومن ثم استخدام أدوات الرياضيات من ضرب وقسمة وضرب تبادلي ومهارات الرياضيات المختلفة التي تظهر لنا النتيجة بلغة الرياضيات، ومن ثم يتم تحويلها إلى لغة الحياة لمعرفة طول السارية. إذن الحياة تترجم إلى لغة رياضيات، ثم يتم معالجتها بأدوات الرياضيات، ثم تترجم النتيجة إلى لغة الحياة. وأقصد هنا بأدوات الرياضيات هي عمليات الجبر مثل العمليات الحسابية من ضرب وقسمة، ومهارات حل المعادلات بالإضافة للتفاضل والتكامل والهندسة وغيرها. والمشكلة أن الأغلب يركز على لغة الرياضيات، وخاصة على هذه الأدوات وكيف يقومون بحل المسائل، دون أن يحاولوا أن يفهمون ماذا تعني في الحياة، وما هي الفائدة منها بعد أن قمنا بحل المسألة الرياضية. وهذا ما يسمى بالرياضيات البحتة، حيث تتعلم كيف تحل المسائل الحسابية فقط دون أن تعرف ترجمتها، لذلك تجد الرياضيات صعبة. وما هو الحل؟ بكل بساطة أنصحك دائما أن تقوم بفهم الأمثلة المتعلقة بواقع الحياة، وأن تفهم لماذا تستخدم هذه الأدوات ومتى تستخدم. وستجد العديد من هذه الأمثلة في كتاب الرياضيات، ودائما ما تتجاهلها، وكل ما عليك أن تعطيها شيئا من الاهتمام، لأنها مفتاح مهم لفهم لغة الرياضيات، وستجد الرياضيات سهلة جدا بعدها. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى أن تشاركه أصدقائك وتنشره في منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسى من متابعة القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كان معك حسن مظفر، معلم بسيط يهدف إلى بناء العقول، وإلى أن ألقاك في فيديو آخر، في أمان الله.